شروب العز والخير والله العظيم، وبشروب الوقفة اللي بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، تحية طيبة مسائية استثنائية خاصة في مساء هذا اليوم ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الأمير الوالد في ثالث أيام هذا المهرجان الغالي، حيث تابعنا في هذا المساء انتزاع شعار الغرفاوي الكبير للرموز المفتوحة في مساء هذا اليوم. كان حاضرا بكل قوة، خاطفا منتزعا محققا الأشواط الرئيسية. كانت دواليب حاضرة خاطفة الشلفة الذهبية في أول الأشواط، وكان النحاوي أيضا خاطفا للخنجر الذهبي قبل لحظات في الشوط الأول المفتوح. تهنئة بداية لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني مالك وداعم هذا الشعار الكبير على خطف هذه الرموز الذهبية المميزة. تهنئة لأنجاله الكرام سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، وتهنئة أيضا لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. أيضا نهني المدهوشي سالم بن عامر المدهوشي الذي قاد هذه الأسماء الذهبية في الأشواط الرئيسية في مساء هذا اليوم. على بركة الله ينطلق شوطنا الثالث، شوط لا يقل أهمية في هذا المسار، مسار الخمسة كيلومترات، شلفة ذهبية ولكن للعمانيات. في هذا المسار ننطلق مع أول المراكز، نتابع المركز الأول سيادة لهجن الشحانية على المركز الأول سالم بن فران المري، في المتابعة والتضمير المركز الثاني هوايل، على المركز الثاني هوايل. أيضا تنطلق بشعار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني سعيد بن راشد الزعبي، في المتابعة والتضمير المركز الثالث مغيضة لهجن الشحانية بقيادة سالم بن فران. المركز الرابع الداهن لهجن الشحانية، ولكن القيادة مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الخامس هناك تتواجد كبد، على المركز الخامس لهجن الشحانية والمضمر جابر بن سالم بن فاران المري. هذه النتيجة المبدئية متابعينا الكرام، النتيجة الأولى لهذا الشوط، شوط الشلفة الخاص بالعمانيات. يا سلام، نعود إلى المركز الأول، إلى المركز الأول، صراع الكبار، الأشواط الرئيسية الحساسة، أشواط مميزة مع هذه الشعارات العملاقة. يا سلام، نعود إلى المركز الأول، إلى الثلاثي الخطير هنا على المركز الأول والثاني والثالث، أسماء عملاقة لها تاريخ مشرف، لها حضور في المحليات الماضية في الأشواط الرئيسية وأيضا في سباق المؤسس الكبير. نعود إلى المركز الأول، إلى المركز الأول مغيضة غيرت إلى مقدمة الشوط لهجن الشحانية مع سالم بن فاران المري، أحد أخطر الأسماء وأقواها. بينما هوايل، وما أدراك ما هوايل، الهوايل مع هوايل هذه اللي تحتل المركز الثاني، خاطفة الشلفة الذهبية في سباق المؤسس، يعني من أقوى المرشحات، من أقوى المرشحات. الله،
سعيد بن راشد الزعبي، أحد الشباب المميزين، أحد الشباب المنجزين، أحد الشباب المخضرمين في مجال التضمير. لكن الموقف خطير، الموقف خطير يا الزعبي. الله يعينك يا الزعبي، يا سلام. شوف شعار الشحانية قادم، قادم مع سيادة، قادم مع كبد، قادم مع مغيظة، قادم 4 أسماء. خلوني أعلق على المركز السادس، على طواري، على طواري اللي بالمركز السادس، قادمة بشعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني مع سالم بن عامر المدهوشي. هذه النتيجة متابعينا الكرام. ولع الشوط، ولع، دخن الشوط، دخن، روح يا الزعبي روح. الله، الشلفة الذهبية يا اخواني مع خط النهاية. اوه، المركز الثاني من الجانب الاخر، كبد قادمة، كبد قادمة، وهنا المشاغب قادم. لكن هوايل، هوايل مع هالهوايل، يطمع هذا الشعار على تحقيق رمز ثالث في هذا المساء، الكيلو متر الاخير يا الزعبي، يا لاعصابك يا الزعبي. شوفوا هوايل، شوفوها، شوفوا هوايل عصاها ببطانها حتى هذه اللحظة مع المركز الاول، حاملة وخاطفة الشلفة الذهبية. يا سلام، يا سلام، يا الشلفة، يا سلام. روح يا الزعبي، روح، روح يا الزعبي، الله معاك يا الزعبي، الله معاك. اوه يا طواري، ماذا طرى، ماذا جرى، ماذا جرى، ماذا دهاك يا المدهوشي؟ انطلق المدهوشي، انطلق الطواري، الشعار الغرفاوي الكبير، الكبير، المثير، العجيب، الخطير، الذهبي، الذهبي. هذا الشعار يعشق الذهب. حي طواري، حي طواري، حيوها، 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 حي طواري على المركز الأول، عليها الرقم 1، عليها الرقم 1. خطفت الشلفة، خطفت الشلفة، الثلاثي، الرموز الثلاثة تذهب للغرافة، تذهب لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، مالك وداعم هذا الشعار. تهنئة للمدهوشي سالم بن عامر المدهوشي على خطف الشلفة الذهبية، تهانينا والناموس. المركز الثاني هوايل أيضا بالشعار الغرفاوي الكبير لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، وعصاها ببطانها. المركز الثالث، المركز الثالث كبد الهجن الشحانية. المركز الرابع، المركز الرابع الداهن الهجن الشحانية. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت مغيضة لهجن الشحانية. تهانينا والناموس أيها الإخوة المتابعون، مشاهدينا الكرام في كل مكان. تهنئة لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، مالك وداعم هذا الشعار أينما حل وأينما كان. سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، مالك وداعم هذا الشعار الغرفاوي الكبير. وجمهور طواري تتابعونه على الهواء مباشرة بعد فوز طواري بالمركز الأول وحصولها على الشلفة الذهبية، وحقق المدهوشي الرمز الثالث في هذا المساء ليضيف الهاتريك لهذا الشعار الكبير. تهنئة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. التوقيت الزمني 7:16، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني هوايل لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني مع سعيد بن راشد الزعبي بدون أي أوامر ولا تعليمات. 7:21، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادتي على هذا الفوز. المركز الثالث 7:22 بدون أجزاء من الثانية، هي كبد لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فران المري.